كان الوالد ديالي مريض، دينا عند طبيب ديال السكر اختصاصي في السكر، دينا قال لنا شوفوا ديروا لي التحاليل، درنا لي التحاليل، ملي درنا لي التحاليل قالوا لك حقه ما حقه، قال لي الطبيب راه طالع عنده الخزان بزاف، غديوه للكلينيك يهبطوا ليه السكر ديالو. جبنا الكلينيك قال لك لا خصك دير لنا بلاكا، من البلاكا درنا البلاكا قال لك لا حنا شاكين، دير لنا سكانر، خلص 24 فريد ديال السكانر خلصهم، داروا لي سكانر قال لك حقا لا في كوفيد، رشش علينا ديك الطبيبه اللي تما رشش علينا حقا نتوما مخالطين معاه، ديوه للسبيطار اللي محسوب عليه، دينا الحسني حاله مؤكده، قال لك حاله مؤكده، طلعنا الحسني دخلنا عند الله يجازيهم بخير في حسني، دخلونا في الاول ما بغاوش، في الاخر ملي دخلنا قلبوا الطبيب قال لك من دار لي تيست قال لك ما فيش كورونا، دابا رجعنا عندهم باش ينعس قال لك لا ما ينعسش عندنا حقا، ما ديروش لي تحليله ديال الدم، ديروا لي تحليله ديال الاخر ديالو ودير حلقو عاد باش نتاكدوا حنا. مريض عنده السكر ما عنده لا كوفيد لا شي حاجه، السكر طالع لي الخزان 16 والعادي 6، لا يعقل انني نبقى ندور فيه تيموت لي انا ولا يغيب لي، راه لا يعقل، و17 في الطونسيون، اشنو الحل اللي خصو يدار دابا؟ حنا بغينا نعرفوا، حنا ما باغيين والو، حنا بغينا نعرفوا شنو كاين، حنا بغينا نعرفوا حل، با اش غندير ليه؟ واش نخليه يموت في الدار؟ ولا اشنو غنديروا؟ كنوجه لوزاره الصحه، كنوجه لكاع المسؤولين ان نشوفوا بحال بابا، حيت بابا حالته حرجه، دابا حالي ما عارفينش حد، حنا عارفين عنده السكر، من جينا ولينا في حوايج اخرين، لا يعقل ان جايبه على السكر باش يتقادوا ليه، ولينا في حوايج اخرين، حنا بغينا حل.